حلوة فكرة الطائرة بدون وقود. بس أنا أخاف محمد أصعدها، يعني تجربة بعيدة عني إن شاء الله. يعني أفضل من الوقود وبنزين. بالفعل هي تجربة يعني أكيد مهمة. كخطر حتى يعني من بالأمان أيضا، أنت محرك وده يشتغل بالبنزين وبالوقود يعني أكو احتراق، فبالتالي هاي أأمن أتصور يعني. ما أدري محمد. ما تسافرين بها؟ لا نهائي. خلينا نروح مشاهدينا نترك نادي ما تسافر، نروح إلى البوكيمون. بعد غزو لعبة بوكيمون جو العالم بشخصياتها الكرتونية الشهيرة، تعتزم الشركة إطلاق اللعبة بنحو 200 دولة ومنطقة قريبا. وتخطى عدد مستخدمي هذه اللعبة خلال أيام من إطلاقها 65 مليون مشترك. وبعد أيام من طرحها في ألمانيا، امتلأت شوارع برلين باللاعبين الباحثين عن شخصية بوكيمون في الطرقات والشوارع والحدائق وحتى المعالم التاريخية الشهيرة. واللعبة لديها جانب مظلم، وهو تعرض المستخدمين لبعض الإصابات نتيجة تجوالهم بهواتفهم الذكية في الشوارع بحثا عن البوكيمون، لكن هذا الأمر على ما يبدو لن يوقف الملايين عن رحلة البحث عن البوكيمون.